قال المؤلف رحمه الله: ومد نبذ ثاني الهمزين بكلمة اسم تعالى واحتمي. بسم الله الرحمن الرحيم، زاد صلاة محمد النبي أزواجه أمهاتنا من ذرية نصر الله تعالى إبراهيم إنك حميد مجيد. أثقل الحروف في العربية الهمزة. قال السيبويه رحمه الله تعالى: ليس في لغة العرب أن تجتمع همزتان فتصح من كلمة واحدة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نزل القرآن بلسان قريش وليسوا أصحاب نبر، أي نطق بالهمزة، ولولا أن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالهمز ما همزنا. قيل إن بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، قال: لا تنذر باسمي. وفي رواية قاله: نحن معشر قريش لا ننذر. زار المهدي المدينة، المهدي العباس الخليفة، وقدم الكسائي يصلي بالناس، فهمز في بعض الكلمات نبر، فاستنكر عليه الناس وقالوا: تنذر بالقرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقرون بقراءة ورش ومعظمها فيها مزات. قال رحمه الله: ومد نبذ ثاني الهمزين من كلمة يسكنك آثر وأتمن، إذا اجتمعت همزتان في كلمة وكانت الثانية منها ساكنة تبدل مدا من جنس حركة ما قبلها، فإن كانت الأولى مفتوحة صارت الثانية ألفا، وإن كانت الأولى مضمومة جعلت الثانية واوا، وإن كانت الأولى مكسورة جعلت الثانية ياء. نحو آمن وأوتي وإيمان، الأصل أأمن أؤتي إئمان. من لحن المحدثين يقولون: عائشة رضي الله عنها كانت تقول: وكان يأمرني فأتزر أو فأتزر، قالوا: لا وجه لأي منهما. الصواب أن تقول: فأتزر، الأولى همزة المتكلم والثانية فاعل كلمة ساكنة. عليكم السلام. واضح؟ لا أسمعك. فأتزر فآتزر، هذا صحيح، فآتزر. هل نقول: ومد نبذ ثاني الهمزين من كلمة يسكنك آثر وأتمن، إذا اجتمعتا وكانت الأولى منهما ساكنة، فإن كانتا في موضع العين أدغمت الأولى في الثانية وهي قليلة، سمع من كلام العرب سأل لأل رأس، وإن كانتا في موضع اللام جعلت الثانية ياء وسوف تأتي. وإن سكنتا معا فهذا مستحيل، لا يلتقي العربي ساكنا. وإن تحركتا معا فإن كانت الثانية في موضع اللام جعلتها ياء وسوف تأتي. وإن كانتا في غير موضع اللام فلذلك تسع صور: إما أن تفتح الأولى مع فتح الثانية أو كسرها أو ضمها، وإما أن تكسر الثانية مع فتح الأولى وكسرها أو ضمها، وإما أن تضم الثانية مع فتح الأولى وكسرها وضمها، ثلاثة في ثلاثة تسعة. فلنبدأ بفتح الثانية. قال رحمه الله: إن يفتح إثر ضم أو فتح قول بواوا، نحو ذلك جمع آدم تقول آدم تقول أوادم، آدم تقول آدم، فتحت الثانية والأولى مفتوحة جعل الثانية واوا، وكذلك إذا فتحت الثانية وضمت الأولى جعلتها واوا، كانت صغيرة آدم تقول أويد. وين كسرت الأولى مع فتح، لازمنا في فتح الثانية، عالجناها بعد أولى مفتوحة وبعد أولى مضمومة، نعالجها بعد أولى مكسورة فلتكن ياء. ونلجأ إلى الأمثلة والفروض، نقول: أنت صورة من أما على مثال إصبع، إصبع إئمم توالى عندك ميمان، والإضغام مقدم في العربية حتى يمكنك الإضغام، انقل حركة الأولى سكنها حتى تضغم، فتقول إئم، نقلت حركتها إلى الهمزة وفتحت الهمزة وسكنت الميم سهل إضغامها، ثم تقول إيم. هذه صورة. صورة ثانية: أن تكسر الثانية مع فتح الأولى أو مع كسرها. نعم، بارك الله فيك. أن تكسر الثانية والأولى مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة بحكم الثانية ياء، فهي أربع صور تجعل فيها الثانية ياء. مثال كتبية من أما على مثال أصرع، فتقول أئم ثم تقول أئم ثم تقول أئم. ومثال كسر الثانية بعد كسر الأولى أن تبي من إصبع على مثال إئم، فتقول إئم ثم إيم.
ومثاله كسري الثانية مع ضم الأولى أن تبني من أم على مثال أصبع فتقول أؤمن ثم أؤم ثم أؤم أنا قوله وإن يفتح إثر ضم أو فتح قلب وهو ياء أن إثر كسر ينقلب الكسر مطلقا كذا وما يضم وهو أصل ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء مثال ضم الثانية مع فتح الأولى أن تجمع أب وفاكهة وأبا أب على مثال فعل ومر بك لفعل اسما صح عين نفعل فتقول أب ثم تنقل حركة الباء الأولى الهمزة تقول أب ثم أوب ومثال ضم الثانية مع كسر الأولى أن تبني الإم على مثال إصبع فتقول إيه أم ثم إيه أم ومثال ضم الثانية مع ضم الأولى أن تبني من أم على مثال أبلم فتقول أؤمم ثم أؤم ثم أوم صعب ما لم يكن لفظاً أتم فذاك ياء مطلقاً جاء فتحت الأولى أو كسرت أو ضمت أو سكنت أربع صور مثال أن تكون أولاهما مكسورة أن تبني من قرأ على مثال زبرج السحاب الرقيق الثانية هنا همزة الثانية لام الكلمة هما لاماني زبرج الراء لام والجيم لام سوف تجعل محل الراء همزة ومحل الجيم همزة فتقول من زبرج على مثال قرأ تقول قر إئن قر إئن ثم تقول قر إئن ثم تعلها على لقاض فتكون كهين قر إئن سوف تستثقل الحركة الياء تحذف حركتها تسكن تلتقي ساكنة مع التنوين تقول قر إئن كهين تحذف يكون مكانها التنوين في حالة الجر والرفع وفي حالة النصب تقول مررت بقرء وهذا قرء منقوص كإعلان قاض وتقول رأيت قرئيا وكذلك مثالها هاي الثانية الأولى أن تبني من زبرج على مثال من قرأ على مثال جعفر فتقول قرآن جعفر ثم تقول قرآن تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا تصير قرأ كسلماء ومثال أن تكون بعد مضمومة التبنية من قرأ على مثال برثن فتقول قرؤن ثم تقول قرؤن لا يوجد في العربية اسم معرب آخره ياء قبلها ضمة لازمة ولا واو قبلها ضمة لازمة فتقلب الضمة كسرة فتصير قرؤن كجمل منقوص تحذف ياؤه وينون جرا ورفعا وينصب تقول هذا قرئن ومرت بقرئن ورأيت قرئيا عليكم السلام ومثال التي قبلها ساكنة أن تبني من قرأ على مثال قمطر وعاء الكتب فتقول قراءن بهمزتين أولاهما ساكنة والثانية متحركة ثم تقول قرائن سأل أبو عثمان بن جني أبا الحسن قال لماذا لم يضيموا في مثال قمطر من قراء همزة ساكنة وأخرى متحركة والحكم الإدغام سبيتيك أولا مثلين محركين في كلمة ندغم قال لماذا لم يضيموا كما أضغموا في سأل ولا آل قال يختلفان العينان لا تكونان إلا من نوع واحد العينان في الكلمة لا تكون إلا من نوع واحد قدم العينان دال أغدودنا العينان دال عقنقل العينان قاف لكن قال لم تكونان مختلفتين مثال ذلك جعفر اللامان فاء وراء وجلببة اللامان باء وباء قال كذلك يقبلون في وسط الكلمة ما لا يقبلون في أواخرها يقبلون في الأواخر مثال ذلك أنهم قالوا هووي ونووي ولو بين متماثلين ولم يقبلوا ذلك في أول كلمة لم يقولوا في واقية وواقف بل قالوا أواقف قال لماذا لم تقلب هذه الهمزات واوا قالوا
قالوا أولا الواو لو كانت أصلية ووقعت بعد ضم أو كسرة فإنها تقلب ياء إذا كانت ثالثة، وإذا كانت رابعة كذلك تقلب ياء، إذا مصيرها إلى ياء فتقلب ياء من الآن. الواو إذا وقعت أصلية ثالثة فأكثر تقلب ياء بعد ضم أو كسرة، بعد كسرة من الرضية وقعت ثالثة بعد كسرة قلبت ياء، صح؟ ومثال وقع بعد واو أن تنادي ثمودة على لغة مدائن فرض فتقلب ضمة لا تقول ثمي، واضحة؟ لا على قوله. وإن وقعت رابعة قلبت ياء مطلقا وسوي الكرها. مثال ذلك المعطيان، أصلا المعطوان أصلا عطاء عطوته، وقعت رابعة مو أعطى صارت رابعة قلبت ياء. إذن الواو إذا وقعت أصلية وفي آخر الكلمة تقلب ياء، تقلب ياء إذا كان قبلها ضمة أو كسرة، وهي ثالثة. إذا كان قبلها فتحة تقلب ياء بعد أربعة يعني ترابعة. إذا الواو لا تصح في مثل هذا لأن ثقيلة، لقى الحروف عند الواو. والله أعلم. أنا قوله ما لم يكن لفظا فذاك ياء مطلقا واضح، وأم ونحوه وجين في ثاني أم كأنهما كلمتان، الهمزة همزة المتكلم والهمزة الثانية فاء الكلمة، كأنهما كلمتان. لك في الوجهان، لك أن تقولهما في كلمة واحدة باللغة تقول أم تسهل الثانية، ولك أن تقولهما كلمتان لا ضرر من اجتماعهما، من لو نشاء أصبناهم. وشرح رحمه الله تقول يقول لو شاء وصفنا. قال من نظر إلى هذا؟ قال أم أنهما كلمتان، ومن قال هي كلمة قال أم. وكذلك إن مضارع أن تقول فيها إن، إن جعلتهما كلمتان، وإن جعلتها كلمة قلت إن. أنا أقول أم ونحوه وجيني في ذلك أم. إذا اجتمعت أكثر من همزة في كلمة واحدة صحت الأولى والثالثة والخامسة والسابعة وعلة الثانية والرابعة والسادسة. لو بنيت من الهمزات على مثال أترجة همزة ثم همزة ساكنة ثم همزة مضمومة ثم همزة ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم هاء ثانية تقول أه، ولك أن تقول في الحقيقة تقول أه. صح؟ لو بنيت من الهمزات على مثال سفرجل تقول أوئي، كل همزة سفرجل همزتان مفتوحتان. قالك إن يسكن إذا فتح أو ضم، يفتح إذا ضم أو فتح قلب واو. تقول أو الثالثة اللي بعدها وقعت في موضع اللام تكون ياء، تقول أو ياء. لو مثلت بنيت من الهمزات على مثال قرطاع معناها شيء قرطاع، تقول إيه قر همزة ثانية، الأولى متحركة والثانية ساكنة، الأولى مكسرة تصير إي والثانية طاء تصير آ، والأخيرة كما هي تصير إي آ. أزيدكم من هذا ولا يكفي؟ يكفي. يا أئمة قال هذه يوقف عند ما سمع منها. صحيح قرأ الكوفيون أئمة بتحقيق الهمزتين، لكن غيره قياس اللغة أن تقول أئمة. والله أعلم. ما يقرأ دخل في موضوع آخر. تقلب الألف ياء في موضعين إذا سبقتها كسرة أو ياء تصريف فقط. مثال كسرة أن تجمع مصباح تقول مصابيح، ودينار تقول دنانير، وقبلها يأتي تصريف من غزال وغزير، غزال وغزير وقلال وقذير فقط، ليس غير هذا. أنا أقول وياء أن يقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصريف بواو نفعل في آخر باختصار رائع. قال فعل هذا بالواو في آخر، أي يقلب الواو ياء إذا وقعت متأخرة بعد كسرة
ولا تنتهي بالعربية مثل الرضية والغازي والداعي بواو نفعلها في آخرهم. قالوا لأنها بتأخرها تتعرض للسكون الوقف وتتعذر سلامتها. يقبح أن تقول الغازي الداعي فقلبها ياء لأنها متأخرة. فإذا كانت غير متأخرة تصح من العوض عوض وحول تصح. إلا إذا كان مع الكسرة ألف بعد الواو تساعدها تجتمعان على الواو تقريبانها ياء من الرياض صحيح واض رو. أنا أقول الدوار من العذاب أو قبل تتاني تاتني كلا وجود تاتني لا كغازية وداعية وريقية وقبل أو زيادة الفعلان في تقديم الانفصال كأنها كلمة أخرى. مثال هو التبرية من الغزو الغزو على مثال غالبان فتقول غازيان من الغزو على مثال غالبان نصر غازيوان وقبل زيادة الفعلان وشذ قولهم ناقة عليان الأصل تقول علوان لأن الواو قبلها سكون قالوا عليان. وكذلك شذ قولهم صوبيان بضم الصاد لو قالوا صيبيان الواو وقعت بعد كسرة لأن بينهما ساكن والساكن حاجز غير حصين فكأنها وليتها فقال تقول فيها. لكن لو قلت صوبيا لقلت صبيان أو صبية فإعلاله الواوي يا أشهد. كذلك شذ قولهم سواء سوى هم سواء سوى ومقاتوى أي خدام مقاتوى وقعت بعدها تاء ليست منفصلة. التاء هنا بنيت الكلمة عليها ليست من التاء في غازية وداعية تلك تاء طارئة جاءت للتنهي لكن سواء سوى ومقاتوى بنيت الكلمة عليها واضح. هذا نقولي بواو نفعلها في آخر وقبلة التانيه أو زيادتي فعلا لا يضر أو في مصدر المعتد عينا. كذلك مصدر المعتد عينا الواو مصدر الذي عينه واو وعلت في فعله سؤاله في المصدر. مثال ذلك صام صيام وقام قيام واعتاد اعتياد وانقاد انقياد بعكسه لا ولا لوالا جاورا جوارا صحت في الفعل صحت في المصدر. يقولون المصدر خلف فعله صحة وإعلال وضعتموها التعليل في الهمزة ذلك الهمزة. قال قائل وباع بايع لأس عاور فهو عاور وصيد فهو صايد هذا اسم الله في المصدر. أنا قوله بواو يفعل في آخر أو قبل ذات أو لا يضر أو في مصدر معتل عين وفي علم هو صحيح لا بد أن تكون بعد الواو حتى تعلّي لا بد أن تكون بعدها ألف. وفي نهاية قوله وفي علم هو صحيح نحو عاد عودا عاد عودا وشذ قام قيما قام قيما قراءة فرش ماذا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. أما من قال قيامة هي على صحة. كذلك صحت في نحو رواح لأن قبل الواو مفتوح وصحت في نحو عوار لأن قبل الواو مضموم. لا بد أن تكون قبل الواو كسرة وبعد ألف من قوله في مصدر المعتل عين ولفي علم أنه صحيح غالبا نحو الحول وسمع عاد عودا عاد سمع هي هذه الأصل عاد عودا سمع الفعل القليل كقولك قام قيما قراءة ورشة نعم نحو الحيل حالة حي نعم نقص الكلام مهم جدا هذا وجمع ذي عين أعلى أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث الإعلال ما هو؟ الإعلال إبداء إعلال الواوية وجمع ذي عين علة. إذا جمعت ما كانت عينه واوا اعتلت في المفرد فلتعل في الجمع من الدار وديار. قالوا دار ديار اعتلت العين في المفرد
كسر ما قبلها في الجمع. وقوى تسلط لا عليها أن ألفا جاءت بعدها والألف قريبة من الياء، الألف قريبة في المخرج، المخرج قريبة ياء من حروف الفم والألف من حروف الفم قلوا هنا قصر فهو علة. فقالوا دار وديار، وكذلك قالوا ديمة وديم وقيمة وقيم وحيلة وحيا ما قلي وجمع ذي عين العلة. أو سكن كان شبيها بالمعل وهو الميت بالسكون، نحو روض ورياض وحوض وحياض وصوت وسياط. نعم فحكم بالإعلال في حزان بشروط أن تكون الواو في جمعه، وأن تكون في الجمع ساكنة، وأن يكون ما قبل أن تكون في المفرد ساكنة، في المفرد ساكنة أن تكون في جمعه، وأن تكون في المفرد ساكنة، وأن يكون قبلها الجمع كسرة، وأن يكون بعدها في الجمع إليه، وأن تصح اللام. فإذا اعتلت اللام صحت الواو، بين العرب لا توالي بين الإعلالين. مثال ذلك أن تكون في 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 مفرد في مصدر في جمع خرج نحو سواك وسواك، ليس جمع هذا مفرد. خرج نحو طويل تقول طوال لأنها في المفرد متحركة، ليست كسوق وسياق وحوض وحياق. نعم. وخرج عود وعودة وكوز وكوزة، ليس بعدها في الجمع ألف. وخرج نحو جو وجواء وريان ولواء. جو قالوا فيها جواء أصوى جواو، تحكم أول قاعدة للعباد، فأبدل الهمزة من واو ويا أخيرا أصوى جواو، أبدلوا أبدلوا الواو وهمزة، الواو لا بد أن تصح لا ولا إعلال في العربية. كذلك ريان، ريان لاحظ أن ريان فيها ياء عن الكلمة ولامها وليفن زائتني، عندما جمعوا قالوا رواء، الياء رواء رجعت لأصلها، هي من روى روية من الماء ورواء حفظ العين الكلمة صبوا، عندما جمعوا قالوا رواء. الواو الثانية الواو الثانية لم زبد الواو الثانية بالواء، اعتلت اللام صحت العين. إذا شروط خمسة: أن تكون في جمعه، وأن تكون ساكنة في الجمع ساكنة في المرد، وأن يكون قبلها في الجمع كسرة، وأن يكون بعدها في الجمع ألف، وأن تصح اللام. فإن اعتلت اللام صحت العين. فمن قوله وجمع ذي عين أو علة أو سكن فاحكم بذا الإعلال في حيث عن وصححه في علة، يريد أن يذكرك باشتراط الألف بعد الواو، وفي في على وجهان، والإعلال مع ذلك أولى لأن قريب من الطرف، تقول كوز وكيوز، قالوا باعوا عن الطرف والأطراف محل التغيير، حالت بينها وبين الطرف الزاي والتاء بخلافه حيلة وحيل وقيمة وقيم، فإنها قريب من الطرف. نقول وصححه في علة وفي في على وجهان والإعلال أولى كالحيل. والواو لا من بعد فتح ينقلب، والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب. الواو لا من بعد فتح إذا وقعت الواو في موضع اللام وكان قبلها فتحة وكانت واقعة رابعة فإنها تقلب ياء، تقول كالمعطيان. المعطيان اسم مفعول من أعطى معطى وصفها واو، لأنك تقول عطى من أتناول، ولو ستها الفاء تقول عطوت أي تناولت، عطوت أي تناولت. فلما دخل على الهمزة صارت الواو رابعة فتقول أعطيت، عندما كانت لا تقول عطوت. وكذلك دعا تقول دعوت، فعندما تقول ادعى صارت دعا تقول ادعيت، وتقول نجا تقول نجيت، وإذا قلت أنجا تقول أنجيت. أنا قلت والواو لا من بعد فتح ينقلب، المعطيان حملت على المعطيان، والمعطيان سبق أن تقرأ لك أنها معلّة لأن واو
وقعت متأخرة بعد كسر كالداعي حمل اسم المفعول اسم الفاعل صح؟ يرضى يعني حمل الفعل المبني المجهول على الفعل المبني المعلوم فتقول في يرضى يعني المبني المعلوم يرضى يعني الواو وقعت متأخرة بعد كسر للف والنون في تقدير الانفصال صح؟ وكذا أما يرضى يعني المبني المعلوم يرضى يعني مبني على الفعل الماضي يرضى يعني مبني على يعني محمول على رضي واضح؟ يرضى يعني معلب بالياء محمول على رضي ماضيها بالياء فليكن مبالغة بالياء واضح؟ فنقول والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطى يعني يرضى يعني واضح؟ كذلك يستصحب هذا مع المقصور بالتاء تقول لمعطاته أصوات المعطاته تحركت الواو وفتح ما قبلها وقلبت ألف نصارة المعطاته كذلك ملها ملها لو ثميت أقول ملها يعني لأن الواو وقعت رابعة ملها وقعت رابعة واضح؟ واضح؟ ملها وتقول ما تقول الهوت تقول لهوت لهوت لكن إذا وضعت الهمزة تقول الهيت واضح؟ الهيت هو عندي تمائم مخولي مخولي واضح؟ أنا أقول لك المعطى يعني كذلك يستصحب هذا الإعلان مع التفاعل مع التفاعل مثال ذلك مثال ذلك تقول تداعينا تغازينا قال السيبوي سألت الخيل عن ذلك قلت تداعى مضارعها لا كسرة قبله تقول تداعى يتداعى قال وقع الإعلال قبل دخول التاء ثم استصحب كان الداعى يداعي الماضي محمول على المضارع المضارع مقصور ما قبل الواو ثم جاءت التاء وبقي الإعلان بحاله استصحب قبلها واضح تغازى وتداعى واضح تقول فيها تغازينا وتداعينا مع أن مضارع تغازى يتغازى صح تداعى يتداعى قال الخليل وقع الإعلان قبل دخول التاء كان الداعى كانت الواو معلّة ياء لأن مضارعها يداعي وغازى يغازي الواو وقعت متأخرة بعد كسر تقال تعلّ ياء وحمل الماضي على المضارع لكن إذا قلت تداعى يتداعى المضارع لا كسرة قبله قال وقع الإعلان قبل دخول التاء ثم جاء التاء وبقي الواو مهم جدا هل نقول والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب يبدال واو من بعد ضم من ألف تقلب الواو ألف في موضع واحد ضم ما قبلها تقول وورية ووفية واضح هل أقوله بوعة أحد اللغات ووجدال واو بعد ضم من ألف تقلب تقلب الألف واو أخطأت تقلب الألف واو في موضع واحد إذا ضم ما قبلها نحو وفية قاتل وقتل وباع وبوع على أحد اللغات تقلب الألف واو قلنا تقلب الألف واو في موضعين إذا كسر ما قبلها وسبقت إلى تصريف وتقلب وتعلل الألف واو إذا ضم ما قبلها أنا أقول ووجب الدال واو بعد ضم من ألف ويا كموقن دخل في باب آخر قال تعلو الياء واوا إذا ضم ما قبلها وكانت مفردة وفي مفرد كانت مفردة غير مدغمة مثال ذلك موقن أصلها ميقن موسر أصلها ميسر بخلاف نحو هيام قال تحصنت بحركتها لن تستطيع لن تقضي عليها الضمة قالوا موقن لو كانت قريبة من الطرف لتقوت قليلا ولا قلبت الضمة وقبلها كسرة وصحت كما لو جمعت أبيض تقول بيض وأهيم تقول هيم تقوت لأنها تأخرت لكن عندما كانت بعيدة من الطرف تقوت عليها الضمة فقلبتها واوا فإن كانت في جمع في جمع نحو حيض حيض في جمع تبقى كما هي تبقى كما هي قصد حيض قصدي لو كانت
جنس غير كروه. قصدي لو كانت غير مفردة مدغمة كما لو بينتها من البيع على مثال الحماض، حماض نبت تقول بيع وكذا تقول زينا وبينا، الياء سكنت وضم ما قبلها لكن ليست مفردة مدغمة، واضح؟ وكذلك إذا كانت في جمع فإن الضمة قبلها تقلب كسرة وتصح، كما لو جمعت أبيض تقول بيض وأهيم تقول. قالوا لماذا؟ قالوا الواو ثقيل والجمع ثقيل، لو بقيت الواو يصنع ثقلاء، واضح؟ رأى؟ كيف تقول ها؟ الواو والواو لو قلت أبيض جمعت أبيض كما جمعت أحمر ماذا تقول في أحمر؟ حمر؟ أقياس تقول بوط، بوط اجتمع ثقلان جمع ثقيل وثقيل، فأعلوا الضم كسرة وقلبوا الواو صارت بيض، واضح؟ هذا مع قوله وياك موقن بلا لا اعترف، ويكسر المضمون في جمعه كما يقال هيم عند جمعه. هذا موضع، الموضع الثاني اقرا. الموضع الثاني ان تقع الياء لاما وقبلها ضم فانها تقلب ياء، فانها تقلب واوا كما تقول رموا والرجل صار راميا وقضوا صار قاضيا تعادل قولك ما اقضاه، واستمر بك واجعل فاعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة لم تقع إلا في أفعال التعجب، وسمعنا واحدة نهو الرجل صار لا نهي. نقول دواء على في آخر أو قبل تاء التانيث، وكذلك إذا كان قبل تاء التانيث بشرط أن تكون التاء بنيت الكلمة عليها كما تقول مقدرة من رمى تقول مرموا. فلو قلت له لا يجوز في اللغة العربية أن تقع الواو متأخرة وقبلها ضمة لازمة، قال لك الواو ليس متأخرة بعد التاء والكلمة بنيت على التاء، لا معنى الكلمة بدون التاء مقدرة، واضح؟ فلو بخلاف توانية تقول توانا توانيا، لما تريد الوحدة منها تقول توانية، أصل توانا توانيا كتكاسل تكاسل، لكن لا يوجد عربية اسم معرب آخره واو أو ياء قبلها ضمة لازمة فقلنا الضمة كسرة فصحت فيها وتمكن قلنا توانيا، ثم أردنا الوحدة قلنا توانية. أها أنا قوله ماذا؟ وواو نذر الضم يرد يا متاع الفي لا متاع نوم من قبل تاك تابيك تائبان من رماك مقدرة كذا إياك سبوعان صيرة. كذلك إذا كان بعد الياء ألف ونون كما إذا صرت من رماء على مثال سبوعان الذي قال فيه شاعر اليمن ألا يا ديار الحي بالسبوعان أمل عليها بالبلا الملوان، تقول في سبوعان رموان. قالوا التاء حصلت ياء من أن تكون طرفا ما بالك بألف ونون وما أقوى يحصيان أن تكون طرفا، لم تقع الواو متأخرة لأن بعدها ألفا ونونا تقول رموان. أنا أقول كتائبان مر ما كمقدرة كلا إذا كسبعان صيرة. هذا هو الموضع موقن ورمو ومقدرة، هذا موضع خامس يقع في الوجهان، وإن تكون عن اللي فعل وصفا فذاك بالوجهين، فعل وصفا لك في الوجهان. مثال ذلك الأخير مؤنثه الخورة أو الخيرة الأضيق الضوقة الضيقة، يا قلت الضوقة حافظت على الزنا لأن باب فعلاء، ويا قلت الخيرة حافظت على أن يكون المؤنث موافق المذكر لأن المذكر أخير فيه فلتكن في المؤنث خيرة، واضح هذا؟ أما إذا كانت في اسم فإنها ليس فيها إلا الضم، طوبى لهم وحسن مآب. هذا ما قاله ابن مالك وردوا عليه قالوا فعلاء يا ابن مالك نوعان وصف محض ولم يسمع منه الا كلمتها وهي مشية حيكة يتهتز بها المكان وقسمة ضيزة جائرة، هذه ليس فيها الا ان تقلب الضمة كسرة فتتمكن بها وتصح. ووصف جاري مجرى الاسماء كالخورة والضوقة والكوسة، قال هذه جارية مجرى الاسماء تعامل معاملة اسماء تقر الضمة على ما يعرف وتعل الياء واوا
كما قلنا في موقف. قال الدليل على ما هي الصفات الجارية بدل الأسماء أنك تقول الأكيس والأخير والأضيق، تقول الأطايب طوبى تقول فيها الأطايب، كما تقول في الأرنب الأرانب، وهي الأفكر الأفاكر. إذا تجري مدى الأسماء، الأسماء على وزنها تجمع على أفاعل وتجمع على أفاعل، فهي أسماء. هذا ما قالوه الله تعالى. يقول ابن الجنة رحمه الله تعالى في كتابه قال السختياني: كنت أقرأ أعرابيا القرآن بالحرم فقرأ طيبا لهم وحسن مآب. قرأ شابه طيبا لهم وقلت له طوبا لهم. قال طيبا لهم وحسن مآب. قال قلت طوبا لهم. فلما أكثر علي قلت له طوطو. فقال العربي طيطي. يقول ابن جنة رحمه الله تعالى: نبى طبع العربي عربي نبى طبع العربي عن ثقة الواو إلى خفة الياء فلم يقبل التلقيس. لما قلت وإن تكون عين ذي فعلى وصفة فذاك بالوجهين عن ذي بقرة. خرج الذي بعده بسيط.